وسط سوق مدينة وادبو شمالي موريتانيا، ينشط عبد السلام وإخوته المغاربة في بيع الخضار التي يستوردونها من المغرب، حيث يعتمد سكان وادبو على هذه المحلات التجارية لشراء حاجياتهم اليومية. الخضرة كامل اللي كيعتمد عليها كتجي من المغرب، يعني كلها كتجي مستوردة من المغرب، وفيه خضار، فيها مواد غذائية، وكل شيء، يعني الأغلبية ديال المواد كلها كتجي من المغرب. يعني ربما نقدر نقول بالاقتصاد ديال وادبو وموريتانيا عامة معتمد على التجارة اللي كتجي من المغرب. جيهم المغازين تاعنا مقاربة ومعاملة معاهم زينة حتى فتبارك الله. ولا قد جينا ما جبرنا ان شاء الله شي زين، مخدماتهم زينه فتبارك الله، وخضرتهم زينه ما شاء الله، من يوم جاوا مولي فتبارك الله معامله زينه ما شاء الله مع الخلق. وش نقول لك كاع فتبارك الله، ما نقدر نقول لك انهم ان شاء الله معامله معهم زينه وبضاعتهم زينه وتجي في الوقت فتبارك الله. احمد شريمة الذي يعمل في التجاره منذ 16 سنه بمدينه وادبو يستورد الخضار من المغرب ثم يقوم بتوزيعها في اسواق وادبو وبعض المدن الموريتانيه بشكل روتيني لسد حاجيات هذه الاسواق التي يشيد أصحابها بمستوى العلاقات بين المورد والمشتري. اللهم لك الحمد، هذا بلدنا الثاني، الحمد لله، اللهم لك الحمد. إيوا حنا نبيعوا الخضرة للزبناء الموريتانيين، الزويرات، كصادو إلى آخره. إيوا هذا هو اللي كاين. وكاين هنا الحمد لله المغاربة هم اللي يشتغلوا في الخضرة ونبيعوا لهم الخضرة. أنا باص في تاجر في مدينة كصادو، نتعامل مع هذه الجماعة مغربية. جماعة مضبوطة، معاملاتها جيدة. بالنسبة للسوق الخضروات هون سوق جيد ومساهم بنسبة كبيرة في امتصاص البطالة. تزدهر التبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين المغرب وموريتانيا، حيث تعتمد الأسواق الموريتانية على التجار المغاربة لتوفير حاجيات الأسر الموريتانية في سوق مدينة وادبو وغيرها من أسواق البلاد. الشخان المسيدي، ميديان تيفي، وادبو شمالي موريتانيا.